للحاجة الأخيرة. امبارح كنا بنتكلم على ماتش الأهلي والترجي بالتأكيد، واتكلمنا على جمال الشريف واللي قاله في الاستوديوهات التحليلية، ومش هعيده مرة تانية. يعني هو الراجل أساسا يعني واخد الاتجاه اللي هو مش يعني حتى لو في أي حاجة فيها شك لا يمكن هديها أو هنصفها للنادي الأهلي، فده طريقه ومشواره. وحتى قالوا الراجل الحكم معاند الفار، ده اللي هو الفار اللي اداله اساسا البنالتي الثاني. يعني البنالتي الثاني، البنالتي الاول هو اللي الراجل شرح لهم سالوه، وانا قلت لكم ان في واحد كان في التراك فسمع الراجل بيقول له يعني انا متاكد انها 100% وادي ايدين معز الدين بن شرفيه سمير. والهدف الثاني الفار اللي اداها له اساسا هو مهدي بن عبيد كان الراجل مكمل اساسا. يعني الكره لما اترفعت دي في الكره دي مهدي بن عبيد اساسا مهدي بن عبيد كان مكمل يكمل الكره عادي جدا او يكمل اللعب عادي جدا. اللعب بالنسبه له كان هيستكمل. اللي اداها له الفار ثانيه بقى، اللي اداها له الفار يعني الفار اللي اداها له، والصوره هنا باينه شويه، باينه جدا مش باينه شويه، الصوره هنا ممكن يبقى فيه التحام في اصابه وليد ازارو، وممكن يبقى فيه اعاقه بالايد. لكن الاولى اللي اداها مهدي بن عبيد، ولما اتشرحت في الفار هو قال لهم انا متاكد انها 100% بايديه وفخده او بايديه هنا، والثانيه اللي اداها له الفار. ارجع يا سمير. لما اتكلمنا هنا على كابتن جمال الشريف، يعني تناولنا في الحوار اللي قاله كابتن جمال الشريف، وحتى لما انتقدنا ما انتقدناش شخص، زي ما قلت لكم مش هقول حاجه واعمل عكسها، ما انتقدتش ابدا انتقاد كابتن جمال الشريف في شخصه، انا بنتقد افعاله او كلامه لان هي متكرره جدا جدا. جمال الشريف يعني من ايام 2007 مع العرجون والنجم الساحلي هناك، بالمناسبه اللي شد محمد بركات في 2007 البنالتي اللي كان هناك وما اتحسبش كان مجدي تراوري اللي هو المساعد بتاع معين الشعباني في الوقت الحالي، من الصدف يعني اللي عمل البنالتي اللي على قصره كان بنالتي صحيح طبعا، وتم احتساب حكم كان كاميروني لعبه عاديه وما فيهاش حاجه واعتبروها سيميليشن لمحمد بركات واداله الانذار الثاني، وبالتالي يعني غاب عن المباراه الثانيه اللي كان حكمها العرجون 3-1. كان مجدي تراوري اللي هو المساعد بتاع معين الشعباني في الوقت الحالي يعني. ففي حاجات مهمه قوي ان احنا نبقى حريصين عليها كأسرة النادي الأهلي أو النادي الأهلي بشكل كبير جدا. كل الناس قديمة وحديثة وجيل وسط لهم منا كل التقدير والاحترام. فكابتن وائل جمعة أنت كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي وواحد من رموز النادي الأهلي، وفي الفترة الأخيرة سواء كان على المستوى الإفريقي أو المستوى المحلي أو حتى مع منتخب مصر. وأنا عايز أقول لكم أن من أكتر اتنين يعني لعبوا نهائيات في تاريخ النادي الاهلي نهائيات كان وائل جمعه ومعاه حسام عاشور، ده لعب 7 نهائيات وده لعب 7 نهائيات، فبالتالي مكانتك كبيره جدا جدا. فمش هنختلف على امكانياتك مش هنختلف على تاريخك، ليك منا كل التقدير وليك منا كل الاحترام. واحنا كنادي اهلي حتى يعني مع بعض هنا لازم الواحد دايما يكون عارف كويس قوي ان كل واحد له مكانته واهميته، حتى لو في اي حاجه ما فيهاش اي مقصد من اي اتجاه لا هنا ولا هنا. عشان كده كان مهم جدا ان احنا نتكلم في الموضوع ده. وائل جمعه زميل واخ وحد بيحب الاهلي ممكن يكون اكتر مني، يعني حبه للنادي الاهلي ممكن يكون اكتر مني، حتى لو الناس بتتكلم على الاستوديو التحليلي امبارح يعني، فاحنا بنتكلم دايما في صفات البني ادم او قدرات البني ادم او تاريخ البني ادم اللي انا اعرفها كويس. وقلت من اقل من 5-6 دقائق قلت ما نختلفش على الشخصيه، ممكن نختلف على كلمه او اتنين، لكن البني ادم او الشخصيه انا اعرفها كويس، اعرف وائل جمعه كويس ودي شهاده حق. وائل جمعه يعني ممكن يكون بيحب النادي الاهلي اكتر مني. معايا على التليفون كابتن شريف عبد المنعم. مساء الفل.